وانحاش انا وسعود خوي واحد من عيال خالتي. المهم من خالي اول ما دخل الموتر كانت امي وخالاتي وجدتي جالسين على الفرشه وعرضوا عليهم الورعان يمشون خلف سلام. امي قالت ومساكين يا حليلهم يتطاردون يلعبون مطارده خلوهم ما يدرون ما يدرون شوي الا الدتسن شطفت الجلسه تمشي 5000 الدتسن قلبت صاروخ جنب الجلسه وي وشو الا البراقع وش اسمه الجلال حق العيد وفي السماء يهبى لا يا اخوي تقولهم الطرد شوي الدتسن قلبت دبابه تمشي تقول خنفس في الجبل وينزل منها يوم انها خلاص وثقتها انها في الجبل ما عاد تمشي ينزل منها وينتق ورانا. سعود خوي من المنظر القوي المهيب يتي مضعيف مسكين اي والله وقف سعود خوي سلم نفسه سلم لحيته وقف سعود خوي قاعد يبكي من الخوف ورع ورع يمكن عمره وقتها 10 سنوات 9 سنوات انا ما ابي سعود ابي كنت هو صفوان ايوه في يوم وقف سعود خوي يمسك خالي كذا يطالب قال انقل على امك ما اضربه خالي شوي خالي وقف خالي في ذمتك السالفه دي صدق ولا لا في ذمتك والله شوف انا بعلمهم الصدق انا ما طرحت بهاج ما طرحت ازريت فيه انا ابيه هو ازريت ازريت لانه هو الملقوف هو انا هو اللي سيح بس لقيت قدامي الشخص اللطيف الثاني ما كان دب شوي هو اللي قدرت امسكه صفوان ولد خالص صفوان هو انت ضربته ما هو بواجد زعلوا علي كل ابوهم المهم طالعت اعماركم وقف قلت انا جدتك وقف قلت انا جدتك طبعا انا سبوك سبوك سكني بدوي ملعون حرض عند الحلال يمتر يوميا ويلعب كوره كيف تطلع